وإنما تسرع قراءة المعوذتين مع الإخلاص لإرادة الكفاية والامتناع عن الشرور والصيانة منها إذا أوى الإنسان إلى فراشه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بما روته عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين ونفث صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بيديه على ما أقبل من جسده. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في محل النفس المصاحب لهذا الفعل على ثلاثة أقوال. أولها أن النفس يكون قبل القراءة، وثانيها أن النفس يكون مع القراءة فينفث ويقرأ، وثالثها أن النفس يكون بعد القراءة فيقرأ ثم ينفث. وسبب اختلافهم اختلاف الروايات الواردة فيها، والأظهر والله أعلم كما اختاره جماعة من أهل العلم منهم ابن أبي جمرة في نزهة النفوس أن النفس يكون بعد القراءة، والروايات الأخرى في الصحيح إنما رويت بالمعنى فيما يظهر. فيجمع العبد كفيه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث ثلاثا بعد قراءة هذه السور، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده، ثم يعيد الكرة مرة ثانية فيجمع كفيه ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده ورأسه، ثم يعيد الكرة ثالثة. هذا هو أصح الأقوال فيما يظهر، وهو المناسب للرقية بالقرآن الكريم التي وردت في أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى.